على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله 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 على محمد صلى الله عليه وسلم يا حفيظ يا مغيث يا الله لطيف يا حفيظ يا مغيث يا الله لطيف يا حفيظ يا مغيث يا الله لطيف يا حفيظ يا مغيث يا الله يا لطيف يا حفيظ يا مغيث يا الله يا مغيث يا الله يا لطيف يا حفيظ يا مغيث يا الله يا لطيف يا حفيظ يا سألناك بالقرآن ومن عليه نزل صلوا عليه ربنا إلهنا عز وجل وآله وصحبه ما لاح نجم أو أفل ألطف بنا يا مولانا واعفو بنا عن عجل يا لطيف نزل ألطف بنا بما نزل سألناك بالقرآن ومن عليه نزل صلوا عليه ربنا إلهنا عز وجل وآله وصحبه ما لاح وأفل يا مولانا واعفو بنا عن عجل يا لطيف لم تزل ألطف بنا فينا نزل سألناك بالقرآن ومن عليه نزل صلى عليه ربنا إلهنا عز وجل وآله وصحبه ما لاح أو أفل ارحمنا يا مولانا واعفو بنا عن عجل يا لطيف فالصياما كلما داهم الأمر جلا ما داهم يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا لا حكم فرج الأمر علينا سرعا إنما الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريم أنت رب الكرم قد سألنا اللطف منك عاجلا يا رحيم أنت رب الرحمة وعلى المختار ما أصحابه صلوات الله تتلى دائما ثلاثة مرات ولا مرة بركة مرة يزي في البركة واصبر الستر علينا دائما يا حليم أنت رب العلماء كم يزي في البركة يزي يزي في البركة في البركة ثلاثة مرات اللهم اجعله هانئا ممتلئا يا ارحم الراحمين اللهم اشفنا من كل العلل امين يا قدير يا جليل يا عليم يا حليم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما امين تفرقنا من بعده تفرقا ساميا معصوما امين اللهم ولا تجعل فينا ولا منا ولا من معنا شقيا ولا محروما امين معذب بنا بجاهك يا عزيز يا غفار يا رب اللهم إنا نسألك من خير ما سألك سيدنا محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اختم بسعادة آجالنا أمين حقق بالزيادة آمالنا اللهم بالعافية غدونا وآصالنا أمين وجعلهم إلى رحمتك نصيرنا ومآلنا اللهم اكتب علينا توبة نصوحة اللهم اكتب علينا توبة نصوحة اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا أمين وما أسررنا وما أعلمنا أمين وما أنت أعلم به منا. اللهم يا كاشف الضر والبلوى ويا عالم السر والنجوى آت كل من الحاضرين من الخير ما نوى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أمين.
اللهم وفق كل منا في مبتغاه آمين. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين آمين. اللهم اجعلنا آمنين مطمئنين آمين. اللهم اجعلنا آمنين مطمئنين آمين. في أوطاننا آمين. وفي أبداننا آمين. وعافنا في أبداننا آمين. في عائلتنا احفظ أزواجنا احفظ أبنائنا احفظ عائلتنا احفظ جميع الحاضرين برحمتك يا كريم يا ديان. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما آمين. وتفرقنا من بعدك فرقا معصوما آمين. اللهم اكفنا مهماتنا آمين. اللهم اكفنا جميع المهمات آمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا آمين. اللهم انصرنا آمين. اللهم انصرنا وكلنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه كل خير. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه كل خير. آمين. من أراد غير ذلك فعليك به يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أنت تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل من تسبب في جمعنا هذا هانئا مطمئنا مع عائلته الجديدة. اللهم وفقه كل خير. اللهم اجعله هانئا مطمئنا برحمتك. احفظه بحفظك. اللهم احفظه بحفظك. وارعه برعايتك. اللهم وفق والديه كل خير. اخوته كل خير. اللهم وفق جميع العائلات المتصاهرة بكل خير. آمين. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين. اللهم احفظ البنين والبنات. واحفظ الأمهات. واحفظ الآباء والأمهات. وارحم الوالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضلك